مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. أخليكم مع قصة شاب يوسف اللي ما كيعرفش الوالدين ديالو، اللي فتح عينه في مؤسسة خيرية وحاول أنه يغير الواقع ديالو، حرق لأوروبا، مشى لإسبانيا، بقات واحد مدة قصيرة ولكن رجعوه ريفولي حيت ما عندوش الوراق ديالو. هنا يوسف اللي رجع سكن في طنجة واحد شوية من بعد ما جاب معاه واحد المبلغ مالي بسيط من إسبانيا، 3000 درهم، ياك 3000 درهم، لكن في الكونفينمون ما لقاش باش فين يخدم ولا عند من يخدم ولا حتى شكون اللي يخدمه، والدار جرى عليه ودا ليه الحوايج ديالو وداكشي اللي عنده في البيت. هنا يوسف بغى يقتسم القصه ديالو، المعاناه ديالو مع المغاربه باش يعاونوه، باش يدير شي مشروع، باش يخدم، باش يدير شي مستقبل، باش يبدا حياه جديده. لكن تحرم من الوالدين ما يتحرمش من المستقبل. يوسف عاودنا شنو المشكل ديالك. السلام عليكم، كنشكر شوف تيفي اللي كان عندها حاجة كبيرة. جيت نعاود لكم القصة ديالي. أنا واحد الولد اللي عشت في واحد الخيرية، ما عنديش والدية، وكبرت في هذيك الخيرية صافي. قريت الحمد لله، عندي سيزيام اني قريت، ما ساهاش الله، درت سنتر إلكتريسيتي باتيمون، درت ريستوراسيون كالي صافي. ملي درت 18 الجمعية صافي كيخرجوا، خرجت صافي. ملي كنت وصلت 15 عام كتخرج ما كتبقاش مقصر عليهم صافي. ديك الساعة براس ديك الساعة حنا ما عشناش الواقع. أول حاجة حنا ما كناش عارفين الواقع ديال المجتمع كيفاش غندوزو منه، حيت كنا كما قلت لك راه كنا عايشين بحال كما كيقولوا كلمين عادي، ما كناش عارفين هادشي اللي واقع في المجتمع صافي. عشنا ديك الحياة في الجمعية عادي بحال الناس بخير عادي. ملي خرجنا للمجتمع لقينا صعوبات بزاف، تفاجأتوا بالواقع. تفاجأنا بالواقع، ما عقلوش علينا كاع نهائيا مرة صافي. هما غير قال لك خرج صافي الله يعاون، ما وجهونا، ما دارنا دي بروجي، ما نصحونا، ما والو صافي. ملي خرجنا للمجتمع اختي لقينا صعوبات بزاف. الحمد لله ولكن ربي معايا، وما تنقلت بزاف، خدمت شحال من دينا، خدمت وحرقت لاوروبا، ما لقيتش بديل هنا، ولقيت البديل في البلاد هنا، راه ما غنمشيش اوروبا كاع صافي. هذيك الفكره ديال الهجره كانت عندي هاد العام، حرقت في اسبانيا، ضربت شي سيمو تما في مورسيا، جمعت شي مصاريف. ملي رجعت كريت في طنجه، عاوتاني كاع ديك 3000 درهم اللي كانت عندي صرفت بها صافي، ما بقات لا خدمه لا والو صافي. من الدار جرى عليا، خدا لي حوايجي، خدا لي داكشي اللي عندي في البيت كامل، الاتات والعشي، خرجني طويل صافي. قال لي تجيب لي فلوسك، قلت انا ما عنديش باش نجيب لك فلوسك، انت عارف الازمه وكورونا، بنادم مأزم ما رحمنيش كما كنقولوا، ما كايناش الرحمه. انا ما عنديش على من نتكا، ما عنديش على من نتكا، وكان عندي والدي راه مشى ريح معاهم، انا ما كناش دابا نشوفهم، ولكن اش غندير؟ ما داكشي ديال الله. انت عمرك ما شتي الام ديالك والاب ديالك؟ ما شتهم كاع لي حتى شي واحد، واحد في العائله ما كنعرفوش، كنعرف راسي مجهول الهويه. انا دابا كنتسمى مجهول الهويه كما كنقولوا، راه بلادي ولكن راه كنتسمى مجهول الهويه. انت نعم، انت المباشر، انت يعني شنو امنيتك ولا شنو كطالب؟ باش نكريم وخدمت، انا ندير البروجي ديالي، ندير شي مشروع صافي، ندير شي مشروع ديالي ونكمل الساقة. امنيتك انك تشوف والديك ولا تعرف والديك ولا تشوف امك ولا؟ هذيك راه بطبيعة الحال شي واحد ما اي واحد غيبغيها، راه غير نشوف، ما باغي منا والو، انا حتى شي حاجة ما باغي منا. راه اجي علاش شتيني في هذا اللايف؟ غير تجي عندي صوني عليا وجي. عندك شي معلومة على امك ولا شي؟ ما عنديش معلومات، راه ما معلومات راه كاينين، ولكن الجمعية ما بغاش يعطوني المعلومات، ما عرفتش علاش، شنو هو المشكل والله أعلم. كنمشي عندهم عيش من نقول لهم عطوني المعلومات ما بغاش. قلتي لها انت، قلتي لهم زعما بغيت نعرف غير المره اللي جابتني ولا شي حاجه، ما عطاوك حتى شي معلومه؟ لا. شنو كطالب انت دابا؟ باغي تخدم، باغي تعرف والديك شكون هما؟ ضروري. الا جات الام ديالك دابا تسامح لها، ترجع لها؟ لا، تسامح لها دنيا واخره، ماشي مشكل. لا ما تدرانجاش بها، غير هضر عادي، ماشي مشكل. شنو رسالتك الأخيرة؟
ندير شي مشروع الساقر حاليا. شحال في عمرك دابا؟ انا 21. شحال؟ 21. 21 عام. شنو 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 كطالب دابا؟ إدارة سيري من الأول وصور الله تحب. لا 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 هذه إدارة. سيري رسالتك الأخيرة. أجي هكا. سيري أختي لهيك. صافي غير اسكت. ما تهضريش فيا. اسكت. أجي خرج ليا.